حاسه انه اليوم في شيء غير، حاسه انه اليوم اصلا كله غير، اصلا بس كله حلو والدنيا كلها كثير مبسوطه. لك حياتي للحقيقه انا جايبك احكي معك بموضوع كثير مهم. بعرف خلص ولو مش هيك بدنا حضرني شوي نفسي. بعرف واخيرا رح نتجوز، رح تفتح السيره بقى، حسيت عدمك يعني. لا للحقيقه يا ريت، انا يعني بتعرفي بدي اتجوزك بس شو في خير؟ شو في؟ اهلي مش موافقين. شو؟ شو؟ هم مينو؟ من اي يعني؟ منول من اهلك مش موافق على شو يعني؟ ما فهمت، شو بني انا يعني؟ بي مش موافق. عم جورج مش موافق علي؟ عم جورج انا دغري بانها اصلا بحبني. وامي كمان. طنط ليلى؟ طنط ليلى ما طنط ليلى انا بقنعها، طنط ليلى اول ما تشوفني وتشوف انه انا دست بيت وهيك دغري رح توافق. واختي؟ اختك سعاد؟ سوسو؟ سوسو بنت مثلي وبتحس بهالشعور ونحن اثنين واقعين بالحب يعني ما رح تقول لا. كمان خيي؟ فادي؟ فادي ما انه قبليك؟ فادي عمي كل عمره بيحبني قد الدنيا، فادي اتركه علي، انت ما تشغل بالك بفادي، خلص حياتي. ومرتي؟ مرتك؟ شو اسمها دخلك؟ مرتك؟ 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 مجوز؟ وولادي؟ ولادك؟ ولادك وعندك ولاد مقبور على قلبك؟ مجوز عندك ولاد؟ واحفادي. بونجور، شو بتحبوا تاخذوا؟ شلش الزلو على جده كرمال احفاده. ليه زعلت ما بعرف لحد الان؟